بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا بكم أينما كنتم ومرحبا بكم حيثما حللتم معكم محبكم الدكتور أحمد عبد النعم السلموني النهاردة إن شاء الله هنتكلم على باقي عشر ساعات بالضبط وندخل في صوم أول يوم رمضان يا رب يكون شهر خير على الأمة الإسلامية وعلى مصر وعلى الوطن العربي كله وأجمع الصحة والجمال ملك يديك أي تاج أحد منتاجيك قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك نصب الحسن عرشه بين الفضائيات فسألناه لمن تراه فدل عليك الله بعد 11 شهر هيجي شهر اسمه شهر الصوم ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا فرض لأن هو اللي خلقك هو أعلم بالناس وأعلم بالخلق قبل ما نبدا نتكلم على التغييرات الفسيولوجيه والنفسيه والروحيه وده عنوان حلقتنا النهارده النفس الروح الجسد ده اللي بتتكون منه يا بني ادم اللي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى في القران ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا احيا النفس احيا الروح احيا الجسد موضوع حلو شيق جميل في تغييرات بتحصل يا دكتور احمد في النفس اه في الجسد اه انت مش بتتكون من جزء واحد يا بني ادم بتتكون من ثلاث اجزاء قبل ما نبدا الحمد لله الذي ان انعم فنعم فهدى فهذا فضله والذي ان ابلى فاشقى فعذب فامرض فهذا عدله الصحة تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يعرفها سوى المرضى وان اردت ان تعرف نعم الله عليك فاغمض عينيك وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار العلم علماني علم الدين وعلم الدنيا الا علماني للناس لا غنى عنهما علم الدين لارواحهم وعلم الطب لاجسادهم ولاصقابهم الصوم داخل علينا شهر كريم عذرا شهر كريم عشر ساعات هنبدا نصوم في بعضنا اللي بيصوم 8 ساعات وفي اللي بيصوم 8 ساعات لا هو باقي من الزمن 10 عشان تبدا اول يوم صيام ان شاء الله رب العالمين الصوم يتراوح حسب دول العالم من 12 الى 19 ساعه حسب التوقيت المحلي لكل بلد الصوم بيبدا في جسم الانسان بعد اخر وجبه بثمان ساعات يبدا الجسم يحس بعمليه الصوم الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات هل ربنا سبحانه وتعالى كتب الصوم على البشر فقط لغير على البني آدمين فقط لغير لا الصوم على الطيور على الأسماك في البحار حتى على الجماد اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى أي شيء فيه روح فيه صوم الصوم من قبلنا ايام اخواننا المسيحيين وقبلينا ايام اليهود يعني على كل الديانات مكتوب عليهم الصوم. الصيام. طب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في جسم الانسان في فتره الصوم ده؟ وهنتكلم بقى الاستفادات الروحيه والنفسيه والجسديه في شهر الصوم. فرصه يا اللي بتدخن فرصه هتقعد بالظبط من 12 ل 19 ساعه حسب التوقيت المحلي بعيد عن التدخين غصب عنك بعد كده هتتعود بعد كده تقدر تلاقي نفسك بطلت التدخين واضراره ومصايبه اللي بتحصل في جسمك اللي مش بيخس ومش عارف يخس ومش قادر يخس وبيصوم يا ريت فرصه ذهبيه تلحق نفسك وتلحقي نفسك انك تخسي في الفتره دي بالذات اللي بيصوم صوم طبيعي وياكل اكل طبيعي صحي وهنتكلم على بعض الانظمه الغذائيه في شهر الصوم تساعدنا على ان احنا نتخلص من الشحوم والدهون والوزن الزايد في جسمنا. اللي عنده عادات وتقاليد سيئه يقدر يرجع الجسم بتاعه للصحه والجسم السليم في فتره شهر الصوم ده. ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض الصوم بعد 11 شهر؟ لان الله خلقك فهو اعلم. أأنتم اعلم ام الله؟ الله سبحانه وتعالى. لإن الإنسان اكتشف كل الأبحاث العالمية اللي اتعملت إن بعد مرور 11 شهر الجسم لا يستطيع القدرة على تحمل الترسبات النفسية والجسدية الروح لا يعلمها إلا الله شهر الصوم ده شهر تهذيب للنفس تأديب للروح تربية تربية شوف بتصوم عشان خايف من مين؟ من الله سبحانه وتعالى بتصوم علشان خاطئ ربنا فرضه عليك أجره عظيم، أجره في الدنيا وأجره في الآخرة. صوم عمرة كاملة، مش كلنا لما بيدخل شهر الصيف الأول نغطي التكييف بتاعنا بالشمع بتاع، يجي أول الصيف عايزين نعمل بقى صيانة للأجهزة، عايزين نعمل فريون للتكييف، ننظف التكييف، نعمل صيانة للثلاجة، نعمل صيانة للعربية، نعمل عمرة للعربية، نفس القصة، شهر الصوم ده صيانة وعمرة لجسمك، ربنا فرضه عليك. ليك ربنا عمل الصوم ده ليك لصالحك الله سبحانه وتعالى مش عايز منك حاجه الا حاجه واحده بس الهدف اللي انت عايش علشانه اللي هو قاله في القران وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادة ربنا سبحانه وتعالى والله غني عن كل شيء لكن الله سبحانه وتعالى رحيم الصيام الصيام الصوم, الصوم طب ايه اللي بيحصل يا دكتور احمد كلنا بنتعرض يومين اب اند داون، المود بتاعك فوق مره وفوق تحت، ابتسامه ودمعه، الانسان يتارجح ما بين فرح وحزن. ابتسامه ودمعه بتتراسب تتراسب تتراسب. القلق والاكتئاب والحزن والمشاكل لو استمرت لاكثر من 11 شهر ربنا اعلم بيك تتحول الى مرض نفسي، الى اكتئاب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيهذب لك الروح وبيشيل عنك كل الترسبات طول السنة في شهر الصيام شهر القيام شهر تلاوة القرآن شهر الصدقات وبعد كده تيجي الفرحة بقى في آخر الشهر فرحة العيد فرحة التواصل فرحة صلة الرحم فرحة التقارب فرحة المودة فرحة الحب كل ده في شهر الصوم يبقى تهذيب وتأديب نفس وتربية نفس ثم بعد ذلك اصلاح وصيانه وعمره للجسد. طب ايه اللي بيحصل يا دكتور احمد للجسد؟ اوه تعالى معايا. مجله ماليزيه عملت بحث كبير عشان تشوف ايه هو موضوع الصوم دول. بدرجة انه اطباء اوروبا وامريكا بيعالجوا قرحه المعده بالصوم. ياه وان تصوموا خير لكم. ادالك فرصه وادالك ربنا سبحانه وتعالى منحه وادى استثناء لبعض الحالات المرضيه ولكن قال لك وان تصوموا خير لكم. يا سبحان الله الصيام خير اه. ايه اللي بيحصل في تغييرات في جسمنا؟ حسب البحث اللي اتعمل في المجله الماليزيه واللي نشرته بكميات كبيره وكتبته في مجله سيدتي العالميه موجود. مقاله كامله عن التغييرات النفسية والفسيولوجية في شهر الصوم إن شاء الله هنحاول دي المجلة العالمية اللي نشرتها مقالة كاملة عن تغييرات فسيولوجية نفسية في شهر الصوم أول حاجة يبدأ فيها القلب يستريح عشرة في المية من كمية الدم اللي بتنزل على طول على المعدة وبتقوم بعملية الهضم بتقل في فترة الصوم ما بتروح خلاص ما فيش حب احنا 8 ساعات يبدأ الصوم بعد 8 ساعات من اخر وجبة اللي هي وجبة السحور اللي انت أخذتها يبدأ القلب يستريح يبدأ يجدد من خلاياه يبدأ عطاءه والضخ ده يديله راحة بيشتغل 12 ساعة وريح 12 ساعة تجديد خلايا القلب راحة للقلب اعادة هيكلة منه فيه بفضل الله سبحانه وتعالى أول ثلاثة أيام بتحصل حاجات غريبة في الصوم كرات الدم الحمراء بتزيد نتيجة الصوم فبتزيد الحموضة في الدم يبدأ الإنسان يشعر في أول 24 ساعة بكسل وخمول وصداع وغثيان خفيف يرجع الجسم يعمل عملية سينكرونايزنج تتابع لجسمه مرة تانية وتبدأ الكيمياء اللي داخل الجسم والسوائل تتعادل مرة أخرى بعملية ربنا سبحانه وتعالى مقدرها وهو أعلم بيها ترجع القلوية للطبيعة والبي اتش للسبعة واتنين من عشرة بتاعتها كرات الدم الحمراء اللي هي من أربعة ونص مليون لغاية ستة مليون في بعض الناس ترجع للعدد الطبيعي بتاعه ويبدأ النشاط والحيوية عشان كده بعض الناس يقول لك أول يوم أنا حاسس بغثيان حاسس بصداع حاسس إن أنا عندي كسل وخمول ده شيء طبيعي نتيجة زيادة الحموضة وزيادة كرات الدم الحبر إيه تاني بيحصل؟ إيه تاني بيحصل في جهاز المناعة بتاعنا وخاصة في الأيام الكورونا دي؟ أيام الفيروس اللي ربنا يعرفه عنا وعنكم الوباء والبلاء إن شاء الله رب العالمين. بيزيد جهاز المناعة. بيزيد جهاز المناعة؟ آه. نتيجة الصم من 8 إلى 12 ساعة بيقل، بيقل إيه؟ السي ار بي ومادة تانية اسمها هيموسيستين السي ار بي اللي هو سيري اكتيف بروتين اللي بيزيد مع العدوى مع الانفكشن لما بيقل ده بيزيد جهاز المناعه الموجود في داخل الجسم ويحصل ايه تاني بيزيد الفوليك اسيد وبيزيد حمض اللي بيسموه فيتامين بي 12 اللي بيزود جهاز المناعه في جسم الانسان وبتزيد مضادات الاكسده فبيزيد جهاز المناعه مع الصوم صدق الله وكذب ما دون ذلك وأن تصوموا خير لكم الله إعجاز إعجاز قرحة المعدة الضغط السكر الأمراض الجلدية تعالج في أوروبا على يد الأطباء الأوروبيين بالصوم وإحنا لسه بنجري أبحاث أصوم ولا ما أصومش تعبان ولا مش تعبان أقدر أبطل السجاير ده أنا عندي بفطر على السيجارة على طول فرصة ذهبية اوعى تضيعوها اللي مش عارف يخس يخس وهقول لك تخس ازاي اللي عنده عادة سيدة زي التدخين يبطلوا بطلوا التدخين البنكرياس المسؤول عن تنظيم السكر في الدم البنكرياس اللي بيطلع لنا الانسولين بيستريح 12 ساعة ويشتغل 12 ساعة البنكرياس بيجدد خلاياه عشان يساعد على انتاج انسولين نقي طازج والريسبتور المستقبلات تستريح فتاخد راحتها تجدد خلاياها ترجع مرة تانية بنشاط وحيوية يظبط لنا كمية السكر في الدم وبيعالج السكر الناس اللي خايفة من السكر طبعا في البداية والنهاية لازم نستشير الطبيب اللي عنده سكر اللي عنده ضغط اللي عنده قلب الحامل والست اللي بترضع ما تصومش غير لما تستشير الطبيب ولكن وأن تصوموا خير ايه تاني؟ اسمع بقى معلومة جميلة قوي 125 مليون خلية بتجدد بتموت يتخلص منها الجسم وتجدد في الثانية في جسم الإنسان في شهر الصوم الله يعني احنا في جسمنا خلايا ضعيفة خلايا ضعيفة ملهاش أي فايدة في الجسم بيسموها فري راديكلز عشان كده في بعض الناس يقول لك أنا حاسس بكسل حاسس بخمول حاسس يا دكتور احمد ان انا ما عنديش اي نوع من انواع الطاقه سكري عالي ضغطي عالي باخد علاجي ومش مش مش منتظمين مش مظبوطين قال لك تعالى نشوف الفري راديكلز ال 125 مليون خليه الضعيفه والميته في الجسم في شهر الصوم ربنا سبحانه وتعالى بيخلصك منها عن طريق البول ايه ده ده فعلا عمره فعلا ده تنظيف بنشيل اسلاك البايظه ونجددها باسلاك جديده بنشد كرات الدم الحمراء والبيضه اللي هي ميته وتعبانه وضعيفه ونرميها الخلايا بتاعت الانسجه بت... مش بيستفيد منها الجسم بنرميها كل ده ابحاث علميه امريكان اسوسيشن اوف دايت نيوتريشن الأوروبين اسوسيشن جامعات ماليزيا واندونيسيا بداوا يعملوا ابحاث عن الصوم في الفتره دي كلها ايه اللي بيحصل في جسم الانسان اللي, اللي عندهم ما بيعديش زي ما بيعدي عندنا وصلوا القمر ودلوقتي وصلوا المريخ واحنا الحمد لله يوم القمر على الباب لسه واقف على الباب كل ده ابحاث عالميه عن الصوم اللي احنا غايبين عنه وما نعرفش التغيرات الفسيولوجيه الجميله اللي بتحصل في جسم الانسان ايه تاني يا دكتور احمد المعده المعده كل الشعب المصري بيشكي من حاجتين معده وقولون غثيان واستفراغ حموضه وحرقه بدرجه بتعمل الم في الصدر يشبه الم الذبحه الصدريه ويا ما ناس دخلت عنايات مركزه وعملت كاسترايزيشن بسبب التهاب جدار المعده وقرحه المعده 12 ساعه راحه للمعده حمض الهيدروكلوريك والبيبسين والاحماض الامينيه اللي داخل المعده بتاخد فرصتها تتجدد خلاياها من جديد في فتره الصوم القولون يا دكتور احمد اللي كلنا بنشكي من القهوه والاو والسبب الوحيد هو ايه اسمع بقى السبب الوحيد والابحاث اللي اتعملت في جامعه بنسلفانيا قولون العصبي شهر الصوم بيعمل ايه في القولون؟ اتحدى اي انسان يصوم صيام صح ويفطر افطار صح زي اللي هنقوله ويسحر سحور صح مش يديها ملذه وطابه وسال له اللعابه وفي الاخر يقول لك القولون لا شهر الصوم اللي إيه القولون وجدار المعده مش عارف اقول له ايه هيدعي ويشكرني قولون بيتصلح اه مش انا قلت لك ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا احيا النفس احيا الروح احيا الجسد كل الابحاث اتعملت على القولون لأن للاسف الشديد ده مرض وظيفي وليس مرض عدوي والسبب فيه انه فيه ماده موجوده في المستقبلات العصبيه بتاعه المستقبلات العصبيه موجوده في القولون المستقبلات دي عباره عن ايه عباره عن ماده اسمها السيروتونين الموجوده في داخل المخ فاصل ثم نواصل ان شاء الله ونتكلم على القولون العصبي سببه ايه وعلى قويه احبائي واعزائي المشاهدين الكرام عدنا اليكم لنتحدث عن النفس الروح الجسد اربع افيونات موجوده في داخل المخ بيطلق عليهم اندروفين او اندروفينات المخ الجابا سيروتونين اسيتيل والدوبامين الماده الفعاله على القلق والاكتئاب والحزن ماده اسمها السيروتونين وماده السيرتونين دي هي المسؤوله عن النشوه والسعاده بيزودها ايه بيزودها الغذاء الروحي الغذاء الايه اللي ربنا قال عليه القران عشان كده قال لك وان تصوموا خير لك خير لروحك خير لنفسك خير لجسدك ما دي سيرتو غذائها ايه غذائها الراحه النفسيه الكلام الحلو اللي قال الحلو اللي قال عنه ربنا وقولوا للناس حسنا ان رحمه الله قريب من المحسنين القران اللي قال عنه ربنا الا بذكر الله تطمئن القلوب والارواح والاجساد الماده السيروتونين دي بتزيد بسبب النشوه والسعاده الماده السيروتونين دي في شهر رمضان مع القيام والصيام والمحبه والايه بقى والعلاقات بقى والواجبات مع طبعا اه اخذ الاحتياطات الاحترازيه لرفع الوباء والبلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى ترفع ماده السيروتونين ترفع النشوه والسعاده الله مش دي اللي كنت بتقول عليها قبل الايه الفاصل يا دكتور احمد اللي موجودة في المستقبلات العصبية بتاعت القولون العصبي آه عشان كده أطلقوا على القولون الدماغ الثاني له علاقة بالحالة العصبية والنفسية وليس له علاقة بالحالات المرضية أتظبط أكلنا اللي قال عليه ربنا ظبط أكلنا اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الداء والبرد أصل كل داء ناكل الأكل اللي قال عنه النبي بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فكإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، مش تاخد الاكله وهي اخر اكله واهو اهو والقولون اشتغل. ماده السيروتونين دي اللي ربنا سبحانه وتعالى هيخفف لك القولون واتحداك المعده والقولون على نهايه شهر الصوم لو صمت صوم صحيح وقمت ليلك وصليت وتلوت قران طوال فتره الشهر كله السيروتونين هيرتفع، النشوه والسعاده هتزيد وهتبقى إن شاء الله من السعداء ومن اللي ما عندكش قولون تاني لا تقول لي كولو وكولونا ولا تقول لي اسباز كولون ولا تقولي لي إيه اسباز ولا اسباز كله ده ملهوش أي علاقة هاي لحظيا يسكن لك الألم لكن الراحة النفسية هي أهم علاج للقولون العصبي عشان كده أطلقوا عليه قولون عصبي ده في المعدة والجهاز الهضمي إيه دخله في العصب عشان ماده السيروتيديد اللي انا قلت لك عليها موجوده في القولون العصبي بنسبه 95% شهر رمضان علاج للقولون ايوه يا عم الدكتور شهر علاج للمعده ايوه يا فندم اسمع كلام الدكتور احمد وهتشوف ايه تاني بيحصل في جسم الانسان بتقل الميه فالكلى تستريح من التخلص الزائد بالكم اللي ما بيضرهاش 12 ساعه راحه للكليه اللي شغاله أربعة لو عندك موتور كهرباء شغال 24 ساعه في البيت هيتحرق هيحصل لها تعب واجهاد وابيرمنت والم ربنا بيريح لك الكليه 12 ساعه من 8 ل 12 ساعه في اليوم عشان تجدد من خلاياها وترجع تشتغل طبيعي جدا 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 ايه تاني يا دكتور العين بيقل ضغط العين مع الصوم لان بيقل السوائل اللي بتاخدها طول ال 24 ساعه. ايه تاني يا دكتور احمد؟ الجلد الناس اللي عندهم امراض جلديه واللي عندهم بثور وخراريج بتقل نسبه السوائل والميه بيحصل نوع من أن انواع الجفاف بتزيد جهاز المناعه مع قله السيروتونين والهيموستاتين السير اكتف بروتين سوري وبيقل الهيموستاتين وبيزيد الفوليك اسيد وبيزيد فيتامين بي كومبلكس بتخف الخراريج والبثور مع شهر الصوم. ده اكتشفوا حاجة أجمل كده وعملوا على أبحاث التجاعيد والشيخوخة المبكرة بتقل في شهر الصوم التجاعيد التجاعيد وال الشيخوخة المبكرة وخاصة في الستات اللي بتهتم ببشرتها قوي قوي بتقل في شهر الصوم ربنا بيديك نور نور في الجسم نور في الوش نور في الروح نور في المعنويات ضوء ايه تاني الكبد الكبد أهم جهاز موجود في الجسم للتخلص من السموم فرصة ذهبية للكبد اسمع بقى بيعمل إيه الكبد الكبد هو مركز الدهون أي بني آدم عندنا في الشعب المصري يروح يعمل أشعة على الكبد يقول له عندك دهون على الكبد بيطلق عليها باللغة الإنجليزية فاتي ليفر تتخلص منها في الصوم نعم أي نعم أحلى شهر تتخلص منه في الصوم إزاي؟ قال لك في الصوم الجسم بيحتاج إلى طاقة، القلب عايز يشتغل، الكبد عايز يشتغل، الرئة عايز تشتغل، الدم عايز يلف. المخزون من الدهون هو مصدر الطاقة الوحيد في الجسم، الموجود فوق الكبد بالذات يقوم الجسم بعملية كيميائية ميكانيكية بتحويل كم من الدهون إلى أحماض دهنية، إلى ليكوجين جلوكاجون جلوكوز إلى طاقة. فرصة فرصة ذهبية. اوعى تضيعها للتخلص من دهون الكبد. خد مش عارف لي جالون وخد قرص بلس مش عارف ايه، طب ما انا أخده في البيت احسن لي، صوموا تصحوا صوموا تصحوا وان تصوموا خير لكم. الله مش ربنا هو اللي قال لك ما فرطنا في الكتاب من شيء، انت نسيت؟ الله بدرجه ان واحد مستشرق بيسال واحد من ايه المسلمين بيقول له تقدر تقول لي 50 كيلو من القبح يعمل كام رغيف من الخبز؟ قال له هات لي خبازا، قال له مش قرانكم بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ قال له انا بقول لك هات لي خبازا، قال له هو ما نفس القران اللي قال واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله مش هو القران اللي قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ اه طب قال لنا الرسول؟ قال لنا ايه؟ صوموا تصحوا. الرسول قال لنا ايه؟ تسحروا فان في السحور بركه. مش هو الرسول اللي قال كده ولا غيره مش هو اللي قال بحسب ابن ادم القيمات قلنا الحديث مش هو الرسول اللي قال صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الداء والبردة السمنة أصل كل داء مش هو ده الرسول اللي قال كده بس احنا نقتدي بسنة الرسول نقوم ونصلي ونصوم ايه تاني بيحصل تغييرات جسدية عمرة الجسم ازاي يا دكتور أحمد ايه اللي باقي تاني ما حصلش في الجسم الجلد بيتجدد خلايا 125 مليون خلية تجدد في الثانية ويتخلص الجسم عن طريق الجهاز الايه البولي جهاز الاخراج من الخلايا الميتة والخلايا الضعيفة بنكرياس ومعدة وقولون ومخ بس المخ لا تجدد خلاياه لدي خلايا ثابتة لكن تجدد له الذاكرة والراحة النفسية والمواد اللي بتتحكم فيه القلب بيستريح المعدة بتستريح الكبد الكلى كل الأجزاء دي كلها بتتخلص من السموم الزائدة عنها طبيعي لو أنت مشيت على نظام صيام عادي الجسم بيتخلص من أربع إلى عشرة كيلو دهون في الشهر اللي هو شهر الصوم ويتخلص من جسمك من أربعة إلى ستة كيلو بتخس حوالي من أربعة إلى ستة كيلو لو مشيت بالصوم الصح الصوم السليم الصوم اللي هو بنقول عليه صيام صحيح مش تديها افطار بلذه وطابه وسال له اللعاب وتقول اه صيام لا يا حبيبي طب تعالى نشوف بقى نصوم ازاي ونفطر ازاي النبي كان بيفطر على ايه تمر واللبن لو ما فيش لبن تمر وماء تمر وماء اثبت الطب الحديث والابحاث العالميه ان التمر فيه نسبه سكر جلوكوز بيغذي المخ مباشره ويطلق عليه السكر الاحادي وفي الياف تحسسك بالشبع وعدم الجوع الله ايه الجمال ده السكريات كام يا احبابي السكريات اربع انواع اربع انواع سكر احادي اللي هو سكر الفركتوز اللي موجود في البلح تمر وعسل النحل وموجود فين في العنب موجود فين في الفراوله كله ده موجود؟ موجود عندنا. افطر بثلاث تمرات، خمس تمرات، سبع تمرات، فرد. الجسم هيستفيد بكل حاجه، يغذي المخ على طول المخ ينشط ادي ايه؟ يغذي القلب، يغذي المعده، والياف من جوه تحسسك بالشبع، يعني وجبه كامله من غير اي حاجه. لقيت لبن؟ ممتاز. في كل الفيتامينات والمعادن، بروتين ودهون ونشويات. مفيش؟ كوبايه ميه معاه. وروح صلي المغرب وارجع بعد كده خد وجبة خفيفة ابدأ الوجبة الخفيفة في طبق شوربة وحاول تبعد على اللحوم والحاجات الدسمة بقدر ما تستطيع 100 جرام يكفيك من اللحمة مش حاطط قدامنا ده في ناس بيقول لك لازم أول يوم ده البطة والوزة والحمام عملته زي شيخ من أحد أحبابي وأصحابي كان يحب الشعر ويحب الأكل عزم واحد على الفطار فقال له ماذا تريد أن تأكل يا عم الشيخ على فكرة أنا مش شيخ وأتمنى أكون شيخ لكن مثقف دينيا شوية قال له وطشطشة الحمام لها رنين يفوق في النغم الكمند وَالرَّبَابَةِ ولو أني ابتليت بورك رومي وز فلن أتركه ولو جاءت النيابة ناكل بس ملذ وطاب لكن لا يسيل له اللعاب ما يغنيك الجسم يستفيد بمئة جرام فقط من اللحوم والباقي ينزل على هيئة فضلات ديك جرام قد ايه دكتور احمد قد علبتين كبريت صغيرين مش قد علبه الكبريت الكبيره يا ريت مع قبله الشوربه المحترمه بعد الشوربه طبق السلطه الحلو يديك فيتامينات ومعادن في خس في جرجير في طماطم في بصل يزود جهاز المناعه معلقه خل تفاح عليها ده بعد ما تصلي المغرب بعد كده تصلي القيام وترجع خد اي حاجه خفيفه سناكس بسبوسه على قد علبه الكبريت كنافة على قد علبة الكبريت ما تزودش ليه ربنا قال لك قال لك ايه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين الاسراف في كل شيء ده مرض بسبب السمنه وده علاج للسمنه علاج انك ما تسرفش لو اسرفت شحوم ودهون على جسمك ملهاش اي لازمه سكر ضغط قلب هشاشه خشونه السحور بقى اللي فيه البركه عشان تسحروا فان في السحور بركه سحور زبادي خالد من الدسم عليهم معلقة عسل نحل كوبايه شاي اخضر محترمه زي الفل بلاش القهوه والشاي الكتير الاحمر استبدل الحاجات دي كلها بلاش الحاجات السبايسي بلاش المخللات والطرشيات اللي, اللي بتبقى املاح بتزودك في النهار عطش بتحس انك عايز تشرب باستمرار الغي موضوع المخللات واستبدلها بالسلطات الحاجات الحلويات الكتيره والسكريات الكتيره قلل منها على قد ما تقدر زي ما قلت لك على قد علبه الكبريت سحر زبادي فول مدمس بيقفل معاك فول لونج اكتنج فولزم اديها شويه فول بزيت الزيتون وعليهم ليمونه حلوه كده ورغيف حبز ده نشويات يحسسك بالشبع طول اليوم وراح شاي اخضر كده حلو زي الفل بالنعناع كوبايه الزبادي المحترمه بتعمل تلطيف وترطيب للمعده حته جبنه بيضه حته جبنه حته حلاوه طحانيه بالليل زود من شرب الميه على قد ما تقدر الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي عشان ما تعطش في النهار وتقول انا ايه انا عطشان استغل الساعه الذهبيه ايه الساعه الذهبيه يا دكتور احمد الساعه الذهبيه قبل الفطار بساعه امشي امشي لك ساعه ما تجريش امشي مشي هتحرك الجسم وتنشط الجسم وفي نفس اللحظه تتخلص من كميات من الدهون الكتيرة معانا اتصال أهلا وسهلا مين معانا؟ الأستاذة وفاء من أسيوط اتفضلي يا فندم السلام طيب يا دكتور وحضرتك طيبة يا أهلا بيكي وأنت طيب وجميع العاملين في القناة كلهم طيبين وبصحة وعافية يا رب جميع العاملين في القناة بيسلموا عليك ويقولوا لك كل سنة وحضرتك طيبة وأنت طيب يا غالي يا دكتور قول لي دلوقتي انا عندي سكر والحاج عندي عندي سكر ربنا يشفيك وعافيك ويعافيكم السكر يا رب عايزه اعرف ان السحر ايه ونفطر ايه بص يا ست الكل في سؤال تاني ولا خلاص كده اجاوبك الف شكر يا حاجه وفاء واسمع الاجابه مني يستحسن قبل ما نبدا شهر الصوم نعمل شويه فحوصات بسيطه نشوف السكر اخباره ايه ونعمل حاجه اسمها سكر تراكم الاتش بي اي 1 سي ونعمل تحليل بول وصوره دم وليبت بروفايل ليبت بروفايل عشان نشوف الكوليسترول لان من ضمن الاعراض الجانبيه للسكر بيرسب كوليسترول في الجسم ونبدا نشوف العلاج اللي بناخده مظبوط ولا مش مظبوط انا بقول لك حاجات كلي اللي نفسك فيه ولكن قللي من السكريات على قد ما تقدري ما اقدرش اقول لك ما تاكليش سكريات خالص لان الجسم بيحتاج الى طاقه والسكريات هي مصدر من مصادر الطاقه في داخل جسم الانسان عايزه تشربي عصير برتقال بس بدون سكر عايزه تاكلي بسبوسه خفيف السكر فيها والسمنه والحاجات اللي زي كده وحتى على قد علبه الكبريت على نفسك ما تحرميهاش لا حرمان ولا تجويع وانما عمليه تنظيم اخد الحاجه اللي تفيد جسمي وابعد وبعد, ع... وبعد كده بنبعد على قد ما نقدر من الحاجات اللي بترسب سكريات ودهون في الجسم ولازم تتابع مع دكتور عشان يظبط لك علاجك في السكر ابعدي عن الحلويات على قد ما تقدري الفاكهه حبايه واحده على نفسك حلويات على قد علبه الكبريت النشويات ناخد صنف واحد فقط لغير غير لان النشويات بتتحول الى سكريات لو خدت عيش ما تاخديش رز ومكرونه ولو خدت رز ما تاخديش مكرونه ولا بطاطس ولا بطاطا ولا عيش وربنا يا رب ان شاء الله يديك الصحه انت والحج وطولة العمر يا رب العالمين معانا اتصال تاني اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك يا مرحب عامل ايه معاك احمد من مدينه مصر فن. يا فندم يا اهلا استاذ احمد يا مرحب بيك سؤال حضرتك ايه يا انا مبسوط جدا والله بحلقه حضرتك وربنا يا رب يجازيك كل خير يا رب يا رب واحنا مبسوطين بيك والله امورنا آه يا حبيبي على الهوا ربنا يبارك لك يا رب يكتب لك الخير دايما يا رب سؤالك أه بقول لحضرتك دلوقتي في نقطة بتيجي للواحد في قلبه كده والله سبحانه النبي بيكون يعني في تنميل بسيط كده في الـ في, الـ في الـ الشمال أه رحت كشفت عملت رسم قلب والدنيا كانت زي الفل هل ده بيكون سبب التغذيه ولا ايه انا قال, إيه؟ قال لك ايه بعد ما عملت رسم القلب قال لك ايه هو عملت يعني الدكتور بيقول لي فقرات رقبه فقرات الرقبه اه طيب إيه يعني عندك مشكله تنميل مثلا في اطرافك في ايديك ولا حاجه تنميل بسيط مع نغزه بسيطه في القلب تمام آه طيب هو بس آه في اسئله تانية ولا جاوبك لا شكرا جدا دكتور شكرا يا استاذ احمد رمضان كريم ان شاء الله يا رب باذن الله تعالى وصياما مقبولا باذن الله تعالى حبيبي الفقرات احيانا بتضغط على بعضها فبتاثر على الاعصاب اللي طالعه منها لو في خشونه او في ضغط على الفقرات زي يشبه الانزلاق طبعا لازم دكتور جراحه مخ اعصاب او او عظام جراحه عظام يتابعك يكون افضل بنحاول نريح الرقبه لو وزنك تقيل نحاول نخس شويه لو انت عندك التهاب في الاعصاب بنديك حاجات مساعده زي اللاريكا وزي الفيتامين بي كومبلكس والمتابعه مع طبيب جراحه مخ واعصاب او عظام يكون افضل بكتير شكرا استاذ احمد على اتصالك نرجع مرجوعنا تاني ونتكلم على تغييرات النفس الروح الجسد ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا افطرنا يا احبابي زي ما اتفقنا ولسه بنكمل اهو طبق السلطه الحلو بعد صلاه المغرب بعد ما خدنا التمر بايه مع الاذان على طول والدعاء والميه او اللبن طبق شربة طبق سلطه يا ربع فرخه مشويه او مسلوقه معانا كمان لحمه مثلا ما يعادلها 100 جرام من اللحمه معانا بقى لو في خضار سوتيه ممتاز ما فيش خضار سوتيه يبقى رغيف عيش يتقسم الى نصفين نصفه في الافطار ونصفه في السحور او ما يعادله من أربعة الى ست ملاعق رز مع شوربه لسان عصفور او شوربه مثلا كريمه او الشرب اللي انتوا عايزينها شوربه خضار سوتيه ما فيش اي مشكله معانا الاستاذ محمود اتفضل استاذ محمود استاذ محمود معاك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاول كل سنه وانت طيب وان شاء الله رمضان كريم عليك وعلى الاسره كلها على الاسره يا حبيبي يا رب اتفضل حضرتك سامعك والله بس عندي زوجتي بس بتيجي بالليل تروح اليمين بيجي لنا شغلان جامد قوي ما بتعرفش تنام منه يعني عندك سكر وبيجي أنا لك... أنا في... عندك سكر وبيجي لك بالليل نشفان كتير صح كده لا ده زوجتي مش انا زوجتي زوجتك عندها ايه بيشد اليمين بيجي بالليل بس في شرام جامد قوي يعني ما بتعرفش منه ايه اللي بيتعيط منه بتقول؟ ادراعها اه اليمين اه ادراعها اليمين اه طب حضرتك يعني احنا يستحسن اه يتعمل لها اشعه اه في اي اسئله تانية ولا خلاص يا استاذ محمود؟ لا يا فندم ماشي ربنا يشفيها ويعافيها ويطمنك عليها يا استاذ محمود يستحسن بنعمل أشعة مغناطيسية على الفقرات العنقية عشان نشوف هل في فروزن شولدر في حاجة اسمها فروزن شولدر في الكتف التهاب في الكتف أو عندها عصب مثلا أو الأعصاب بتاعتها ملتهبة وممكن يكون مثلا نتيجة ملخ أو شدة حاجة تقيلة أو شدة حاجة تقيلة فياريت تتابع مع دكتور عظام كويس يعمل لها ام اي اشعه مغناطيسيه على الفقرات وعلى الكتف وشوف السبب ايه لان علاج السبب 90% من العلاج اما ان احنا بندي ادويه معينه مسكنات ومضادات وباسطات للعضلات ده مجرد فتره مؤقته لكن نعرف السبب ونعالجه صح شكرا استاذ محمود لاتصالك وربنا يطمنك عليها يا رب نكمل بقى موضوعنا موضوع الصوم الفرصه الذهبيه اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها لنا في شهر الصوم ده اللي اوعى تفوتها اللي الامم كلها بتبحث عنها اللي اطباء اوروبا والخارج بيعالجوا قروحات المعده والضغط والسكر في شهر الصوم معانا الاستاذ الاستاذ التع... محمد اتصال فضله يا فندم السلام عليكم يا دكتور السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك يا استاذ محمد كنت طيب كل سنه وانت طيب اتفضل يا فندم المدام عندي عندها قولون ما بتعملش حمام وامساك مزمن تمام عندها كم سنه عندها كم سنه يا استاذ محمد خليك معايا حضرتك عندها كم سنه عندها 41 سنه 41 سنه ما بتخش حمام خالص يعني امساك يعني الحمام الا في شرجيه يا لا موضوعك شديد تخينه مليانه جسمها آه. مليان شويه لا ده رفيع عادي الحاله النفسيه اخبارها ايه يا الحاله النفسيه تحبينا سنه بس عندها غضاريف وعندها انا على العموم انت لو سمعت الحلقه يا استاذ محمد من البدايه كنت هتعرف انا اتكلمت على السبب الرئيسي للقولون ايه طب هل هجاوب حضرتك في اسئله ثانيه ولا حاجه انا عايز اشوف لها بس حل اكتر ولا ماشي بص يا حبيبي احنا هنتكلم على حاجات هتساعدها ألف شكر يا محمد واسمعني كويس جدا في اللي أنا هقوله لك نصايح بدائية لغاية ما تشوف دكتور بطن أو جهاز هضمي يشوف سبب الإمساك الشديد اللي ما بينزلش غير بالحقنة الشرجية. الإمساك أسبابه كتيرة، أول حاجة زي ما قلت لك ده قولون، استرس نفسي، قلق أو إلا في السوايل. القولون من ضمن الوظائف بتاعته التخلص من الأملاح ومن بعض السوايل اللي جواه. أهم حاجة في علاج القولون إن إحنا نريحه نفسياً. زي ما قلت لك الراحة النفسية مهمة جدا 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 ويا ريت نبعد عن حاجات بتسبب القولون زي المغلظات والمشطشطات والحاجات الحارة والحاجات السبايسي والقهوة وفي الرجال بنقول التدخين في النساء بنقول الحاجات السبيسي الكتيرة دي وناخد حاجات تزود الإيه الإسهال شوية أو تسهل تمنع الإمساك وتسهل عليك على اللبن عليك على عسل النحل حلاوة الطحنية الخص اعمل الخص مشروب زيه زي الايه زي بالظبط الشاي او الدواء اغليه حطه في التلاجة وتشرب كوباية كل يوم ثلاث مرات في اليوم عليكم على حاجة تانية كمان مهمة جدا جدا الزنجبيل مشروب الزنجبيل مع عسل النحل مية مغلية نص معلقة أو معلقة كبيرة من الزنجبيل تتحلب بمعلقة عسل نحل وتاخده زي الدواء كل يوم هينظف القولون هيظبط لها الدنيا ان شاء الله وهتحس ان مفيش امساك باذن الواحد الاحد ندخل برده على ام اسلام يبدو الحلقه سمعت شويه فمعانا ام اسلام اتفضلي يا فندم السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام اهلا بيكي ورمضان كريم يا رب وسعيد عليك وعلى اسرتك طيب أسنتي. يا رب عليك بخير ان شاء اتفضلي الله اتفضلي يا حضرتك على تحت امرك لو سمحت يا دكتور انا عندي سكر وضغط ربنا يعافيكي بالسكر والضغط خليكي معايا يا ام اسلام عندك كام سنه الاول عندي 65 وحوالي أربع شهور كده ربنا يديك الصحة وطول العمر عمر عقبال إن شاء الله 65 سنة في الخير يا رب إن شاء الله الله يكرمك يا رب ليه قد إيه؟ ليه قد إيه السكر؟ إن شاء الله ليه قد إيه السكر معاك يا أم أم إسلام؟ السكر عادي يعني ديني ماشية بالعلاج السكر والضغط طيب إيه المشكلة؟ هو بالليل لما أنام ضربت قلبي في إنه معايا سلامة قلبك يا أم إسلام، طب متابعة مع دكتور ولا لأ؟ نعم متابعة مع دكتور لا كشفت كثير عند دكاترة عملت رسم قلب بالمجهود ورسم قلب عادي قالوا لك كويس وكوش. يعني الحمد لله كله كله كويس بس دي اللي في الليل بتجيني بالليل دي طيب ما عملت اسمعيني يا ام اسلام شكرا لسؤالك واسمعي هجاوبك اقول لك تعملي حاجه كويسه ان شاء الله تخفف ضربات قلبك ما دام كشفتي ضغط ما دام استي ضغط وسكرك مظبوط وما دام رسم القلب طلع مظبوط بلاش نتعشى وننام نخلي بيننا وبين العشاء أربع ساعات على الأقل ويا ريت تشربي مية كتيرة قبل النوم ولو أنت بتشربي شاي أو قهوة بلاش الشاي والقهوة لأنه بيزودوا ضربات القلب ونحاول برضه نتابع مع أي دكتور إن شاء الله رب العالمين يظبط لنا السكر لحسن يكون السكر مش مظبوط أو العلاج مش مناسب يا ريت أكون جاوبتك يا أم إسلام ويكون إن شاء الله رب العالمين تعالى إجابة شافية جربي وإن شاء الله هتخفي بإذن الله تعالى أحبائي أيوة وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال لو قعدنا سنين وأيام نتكلم عن شهر الصوم وعن الميزات والجمال والحلاوة في إحياء النفس والروح والجسد مش هتكفينا لحلقة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة وفرصة بقولها لآخر مرة اللي مش بتخس تستغل شهر الصوم لتحويل الدهون المخزنة إلى طاقة وجلوكول اللي عادات سيئه وبيدخن يا ريت يلحق نفسه بطل التدخين في شهر الصوم. لا املك الا ان اقول لكم كما قال العظماء والشعراء لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغتر بطيب العيش انسان هي الدنيا كما شاهدتها امم من سره زمن ساءته ازمان وكلما ازداد علمي كلما ازداد جهلي لا املك الا ان اقول سعدت بكم وارجو من الله سبحانه وتعالى ان اكون قد أسعدتكم فخيركم وخيرنا من تعلم العلم وعلمه اللهم زدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا الله علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته